امسك في مواعيده امسك في مواعيده امسك في مواعيده مواعيده. يا عم انا راجل بسيط قوي، هو انا زي الناس اللي راحوا المدارس هفهم ازاي؟ بس ده كلام انا ما درستوش، الكلام ده كبير عليا. وعد النهارده بيقول لانك اخفيتها عن الحكماء واعلنتها للاطفال. من غير كسوف هاجي وفضفض باللي جوايا وابوح، من غير كسوف احكي اللي بكاني وخنق يا طموح. يا رب فيك راحت التعابة، انت الدليل وانت الاجابة، بلسم القلب العليل في الحيرة والليل الطويل. بالضم وانت ضمتك بتهون الحمل التقيل، يسوع يضم وضمته بتهون الحمل التقيل. عزيزي المشاهد، اسمع كلمة ربنا والحق اللي فيها بتقول ايه. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. يعني الحاجة اللي تفرح قلب الله أن يعلن عن ذاته ويعلن عن حقائق عجيبة من عنده لمين؟ للأطفال. طب ليه الحكماء ما عرفوهاش؟ لأن الحكماء والفهماء مخهم مليان على الآخر، والمعلومات اللي عندهم والأفكار اللي عندهم مخلياهم مش قادرين يقبلوا حق جديد، إعلان جديد من فوق. غالباً الحكيم اللي هو حاسس في نفسه أنه حكيم وحاسس أنه عنده معرفة غالباً بيبقى متكبر، منفوخ، مخه مليان بالمعلومات، مخه مليان بالمعرفة، فما عندوش مساحة ممكن الله يرمي له فيها أو يحط له فيها إعلان عنه، أو حتى لو في إعلان ما بيقبلوش لأنه مخه مليان، مخه مزدحم بأفكار كثيرة. الأخبار السارة هنا، الشيء الجميل هنا أن مسرة الله أن يعلن عن ذاته، فبيلقى في قلب الأطفال وفي عقل الأطفال مساحة من الإيمان والتصديق، فبيعلن من عنده إعلانات للأطفال وللناس اللي قلبهم زي قلب الأطفال، والناس اللي عقلهم في مساحة ممكن ربنا يعلن عن ذاته ليهم. الأمر ما بيتوقفش على الحكمة الإنسانية وعلى مقدرة التفكير ولا على الذكاء، بدليل إن ياما ناس في ذكاء وفي علم وفي معرفة لكنهم ما بيعرفوش ربنا. أما المسرة التي أمام الله إنه يعلن نفسه للبسطة اللي فاتحين قلبهم وبيقولوا له قول لنا أنت مين، إحنا فاتحين قلبنا ومستنين كلامك ومستنين إعلاناتك. ست بتعجن في البيت بتوضب بتنظف، أطفال صغار بيصلوا بقلب مفتوح، ناس بسيطة في شغلها، ربما تعليمها قليل، ربما ما خدتش دكتوراهات ولا ماجستيرات، لكن عندها في قلبها مساحة لتلقي الحق. فربنا يدي إعلانات علشان هتلاقي مكان في قلبهم. هي أخبار سارة، الرب عاوز يعلن عن نفسه لكل واحد عنده مساحة وقلبه زي قلب الأطفال، يقول له دي المسرة أمامك إنك أنت بتعلن ذاتك للأطفال والناس اللي بيرجعوا بقلوبهم وضمائرهم عشان يعيشوا زي الأطفال. نكمل بعد ما نسمع ترنيمة طير.
غير كسوف هاجي وفضفض باللي جوايا وبوح من غير كسوف هحكي اللي بكاني وخنق فيا الطموح من غير كسوف هاجي وفضفض باللي جوايا وبوح من غير كسوف هحكي اللي بكاني وخنق فيا الطموح يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة بلسم القلب العليم في الحيرة والليل الطويل بالضم وانت ضمتك بتهون الحمل التقيل يسوع يضم وضمته بتهون الحمل التقيل جايب القيود مشيني مفكوك منها بس اربطني بيك جايب القيود ومصدق ان شفايا ودواء في ايديك جايب القيود مشيني مفكوك منها بس اربطني بيك جايب القيود ومصدق ان شفايا ودواء في ايديك يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة بلسم القلب العليم في الحيرة والليل الطويل بالضم وانت ضمتك بتهون الحمل التقيل يسوع يضم وضمته بتهون الحمل التقيل عيني عليك لما الأمل اتبعترت وسط الطريق عيني عليك وحلم اللي صدق معاك هيرجع له البريق عيني عليك لما الأمل اتبعترت وسط الطريق عيني عليك وحلم اللي صدق معاك هيرجع للبريق يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة بلسم القلب العليم في الحيرة والليل الطويل بتضم وانت ضمتك بتهون الحمل التقيل يسوع يضم وضمته بتهون الحمل التقيل مش مستحيل اللي اتسلب يرجع لي وبأضعاف يعود مش مستحيل علشان ده وعدك وانت صادق في الوعود مش مستحيل اللي اتسلب يرجع لي وبأضعاف
يعود مش مستحيل علشان ده وعدك وانت صادق في الوعود يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة بلسم القلب العليل في الحيرة والليل الطويل بتضم وانت ضمتك بتهون الحمل التقيل يسوع يضم وضمته بتهون الحمل التقيل معك وبس هيروح ظلامي وينجي لي ويجي النهار معك وبس بعد النواح تسبيح وفرحة وانتصار معك وبس هيروح ظلامي وينجي لي ويجي النهار معك وبس بعد النواح تسبيح وفرحة وانتصار يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة يا رب فيك راحت التعب انت الدليل وانت الإجابة بلسم القلب العليل في الحيرة والليل الطويل بتضم وانت ضمتك بتهون الحمل التقيل يسوع يضم وضمته بتهون الحمل التقيل يسوع يضم وضمته بتهون الحمل علمك بسيط معرفتك بسيطة بغلش تعليم كتير قاعدة قدام الفرن بتوضبي في البيت بتغسلي على الحوض لكن قلبك منفتح لتلقي كلمة ربنا وإعلانات الله الله يسره أنه يعلن عن نفسه لأبسط الناس وأي درجة من التعليم أنه عاوز وبيحب كل الناس ربما لظروف خاصة واحد ما كملش تعليمه لكن هل ده يحرمه من أنه يعرف ربنا ويعيش طبقا لإعلانات الله في حياته؟ خلونا نقول له يا رب أنا في صلاة بسيط كده دعاء بسيط كده تقول له رغم بساطتي ورغم إمكانياتي البسيطة أنا بفتح قلبي وبوسع لك مكان وتعالى وريني أنت مين. خلينا نصليها. اكشف ذاتك يا رب للأطفال، اكشف ذاتك للبسطة، اكشف ذاتك للناس العادية اللي بيدوروا عليك. أنت بتعلن والإعلان بيجي من فوق، وإحنا واثقين أنك تعلن نفسك لناسك عشان خاطر اسم المسيح. أمين. إلى اللقاء أيها الأحباء في حلقة جديدة من مواعيدي ليك. امسك في مواعيده، امسك في مواعيده.